ضربك يصير الحد بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني تغطية الآن من قلب الحدث من الساحة التي وقع فيها التفجير الذي وقع في أحد المعسكرات التابعة للشرطة في مدينة زليتن. نحن الآن بالضبط داخل هذا المعسكر وفي الساحة التي شهدت هذا التفجير. الضحايا وحسب الإحصائيات الواردة إلينا والتي لا تزال وفق من أوردها لنا لا تزال غير مؤكدة، هي قابلة للزيادة في الأعداد حسب ما أبلغنا به المسؤولون الإحصائية إلى حد الآن، وحسب أيضا ما أذيع في راديو مدينة زليتن هنا بأن حالات القتلى تتراوح أو تصل إلى 60 حالة تقريبا إلى حد الآن، حالات عديدة من الجرحى. هناك استنفار أمني في المدينة وأيضا في البوابات المحيطة بمدينة زليتن، هناك استنفار أمني كبير جدا شهدناه على طول الطريق الساحلي في المدينة وأيضا قبل الوصول إلى مدينة زليتن على مشارف المدينة. أيضا حسب ما علمنا أن هناك استنفار في مستشفى زليتن التعليمي، هناك استنفار للأطقم الطبية و الطبية المساعدة، أيضا هناك علمنا بأن هناك استنفار أيضا في المدن القريبة من مدينة زليتن. فحسب ما علمنا به بأن مستشفى مصراتة أو في مدينة مصراتة أعلن أو تمت الدعوة إلى دعوة المواطنين إلى التبرع بالدم، وأيضا بسبب وصول بعض الحالات إلى مستشفى مصراتة. وأيضا نحن في طريقنا إلى مدينة زليتن شهدنا سيارات إسعاف بكثافة تخرج من مدينة زليتن باتجاه طرابلس، وأعتقد حسب يعني آخر المصادر بأن هناك أيضا حالات بالفعل وصلت إلى مدينة طرابلس. الوضع هنا يعني يصفه البعض بأنه وضع يعني مأساوي جدا، الساحة يعني كانت تشهد اكتظاظ. حالة التفجير كان السبب أو سبب التفجير حسب شهود العيان كانت من سيارة تحمل خزان مياه، أيضا كان يستقلها شخصين حسب آخر المعلومات التي أفادتنا بها المصادر.
كان هناك شخصين على هذه على متن هذه السيارة في بالضبط في ساعات الصباح الباكر، دخلت إلى ساحة المعسكر ويعني تم هذا التفجير. والآن يعني أترك المصور يتحرك بالكاميرا قليلا حتى يريكم يري المشاهدين حجم الدمار وحجم هذا الانفجار. وأيضا سيكون معنا بإذن الله يعني لقاءات مع بعض المتواجدون هنا داخل هذه الساحة التي وقع فيها التفجير. نترككم مع هذه الصور الحية ومن ثم ننتقل إلى بعض اللقاءات مع المواطنين.
نعم، يعني آخر المعلومات التي ربما ننقلها الآن إلى السادة مشاهدي قناة التناصح من موقع التفجير الذي حصل في أحد المعسكرات في مدينة زليتن. آخر المعلومات، تحدثنا مع أحد خبراء المتفجرات، حدثني بأن قوة الانفجار كانت هائلة وأن القنابل المستعملة أو المتفجرات المستعملة يعني وصلت شظاياها إلى بعد حوالي 5 كيلومترات من موقع التفجير، ويعني حدثنا بأن هناك مدى أطول من 5 كيلومترات في بعض الأماكن وصلت إليها شظايا هذه المتفجرات التي استعملت. وأيضا وجهوا دعوة بأن كل السادة المواطنين الذين يعثرون على أجسام غريبة أن يتوجهوا فورا إلى اللجان المختصة والجهات المختصة لإبلاغها على هذه الأجسام الغريبة. أيضا يعني حدثنا بأن حجم الانفجار كان كبير، ما يدل على استخدام يعني أحجام كبيرة أو أوزان كبيرة من المتفجرات. وأيضا هنا معي السيد القماطي وهو من مكتب أمن المعلومات من الخمس، فرع الخمس، وهو موجود معنا هنا الآن. فقط للتذكير، هذا المعسكر هو معسكر تابع للشرطة القضائية في مدينة زليتن، وحسب ما علمنا بأن المتدربين هم من مختلف مدن المنطقة الوسطى أو المدن في المنطقة الغربية. هذه المعلومات ربما يحدثنا عليها سيد القماطي. أولا يعني أهلا بك، حدثنا عن موقع التفجير، ما الذي جرى بالضبط؟ والله أنا عند الساعة 8 بالتحديد قبل لا نوصل المعسكر اللي هو هذا اللي هو مقر فرع الشرطة القضائية الخمس، وبعتني فرع الشرطة القضائية الخمس هدايا مركز تدريب، أضافوا له مركز تدريب المنطقة الوسطى يدربوا فيه في أمن السواحل ومديرية لمن. تقصد فرع الشرطة القضائية زليتن؟ فرع الشرطة القضائية الخمس، فرع الشرطة يعني فرع الشرطة القضائية الخمس اللي هو يشمل زليتن والخمس وترهونة وقصر خياره، فرع يعني فرع شرطة قضائية كامل. بالنسبة للتفجير متاع صباح هذا اليوم، أنا كنت جاي للعمل هنايا، لكن قبل وصولي للمكان اللي صار فيه التفجير اللي هو المعسكر هدايا حوالي 150 متر، وأنا في الطريق شفت نار طالعة من المكان ارتفاعها ما يقلش على 70 متر ارتفاعها فوق، كبت نار كبيرة جدا، يعني التفجير هايل يعني ما لا حول ولا قوة إلا بالله. فسرعت بالسيارة ولما وصلت المكان توقفت، لما شفت لقيت الجثث خارج البوابة، كانت جثتين، ولما دخلت البوابة بسرعتي لقيت أشلاء وناس ميتة وناس تحتضر، واحنا في الطريق الناس الدبش اللي عليها الهدوم اللي لابساتها فيه اللي محول من كثرة من يعني من ضخامة التفجير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن وقمنا باستيقاف السيارات الخاصة اللي هي النقل الصغيرة، وطبسنا ناخذوا في الرفات الناس اللي هي ميتة، وخدينا الناس اللي هم قد يكون ان يعني نلحق ان نسعفها، حطيناهم اللي هم مازال فيهم الامل، حطيناهم في السيارات اسرع من السيارات الثانيه، وهذا الذي حصل، يعني الامر لله وحده. ألا يعني تحدثنا ربما عن الإحصائيات، ربما لديكم معلومة عن آخر إحصائيات القتلى والجرحى؟ أما القتلى هناك أشخاص جاي في الناس أنا تحكي على المنام، طبعا أنا ما غادرتش المكان، لكن على حسب التوصيف والكلام قالوا وصل الوفايا إلى 70 شخص، وفي ناس يقول لك وصلت إلى 100 شخص، ولكن التفجير هائل والكارثة أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أنعزي أهل الشهداء الذين وصلتهم يد الغدر من هذا الكائن والجسم الغريب الذي دخل بلادنا، ونحن نعزي كل الليبيين في أبطال من ماتوا في كل مكان في هذه الأرض الطاهرة، وإحنا سنبقى نكافح وسنبقى في مكاننا ثابتين
رغم كيد الكائدين واللي مات هذا مش خير مننا، وإحنا هنقابلوه بنفس التصرف، وإذا كان أراد الله خير علينا احنا ربك يسلم البلاد، وإذا كان هو احنا سيد القماطي يعني هل نفهم بأنكم توجهون الاتهام ربما لجهة ما بوصفك بالجسم الغريب الذي دخل على ليبيا؟ يعني إلى من توجه ربما التهمة يعني حسب ما رأيتم الآن في المعسكر؟ يعني والله التهمة هذه واضحة والتفجير واضح، الناس اللي تقوم فيها التفجيرات وعدم مراحة الدولة اللي هم ناس ما خارجين على القانون ومتطرفين وناس ليهم يد في النظام السابق، ما يبوش الدولة تقوم، وين ما يبقى فيه صلح ومصالحة لدى الليبيين يقوموا بإفسادها واختراق الصفوف، وإحنا ما نقولوا اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. ما المطلوب الآن من الجهات المختصة؟ ما الرسالة التي تريدون إيصالها إلى السادة المسؤولين وأيضا إلى كل من يشاهدكم الآن عبر شاشة التناصح؟ والله أنا يعني المسؤولين ندعوهم إلى ترك المناصب، وترك الكراسي، وينظرون إلى الشعب ويقيموا الدولة. إذا كانهم نيتهم في دولة يقيموها الدولة، ما لا يعطيني اسبوع، لا يعطيني 15، لا يعطيني 12، يقيم الدولة غدوة يقعمزوا كما صار في اجتماعات اللي بالليبي، يقعمزوا يحلوا هالأزمة في نهار، يحلوها في نهار، يشكلوا لجنة. إذا كان هم نيتهم بيقيموا دولة، وإذا كان هم يقولوا احنا نبوا جيش وشرطة واللي يتدرب بيحمي الدولة يفجروه يقتلوه، هم ما يبوش لا يبوا جيش ولا يبوا شرطة، يبوا البلاد هيك يعني يبوها يعني ما عارف ايش بنعبر لك، ان هذه ما يبوش قيم دوله اصلا. الرساله الان الى كل يعني من يشاهدكم الان، الى كل الليبيين ربما في هذه الحادثه التي يعني حدثتنا بانها ربما هي فاجعه على مستوى الوطن، وان هناك ضحايا من عديد المدن الليبيه، يعني ما الرساله التي تريدون توجيهها؟ والله نقول لك على حاجه، هي التفجير أزليتن هديه اصلها عمرها ما حصلت في ليبيا، هذه اول كارثه تحصل بالنموذج هدايا بهالتفجير الهائل. ما سبقش ان ماتوا 100 نفر في تفجيره واحده. هذا ما يعني يا شعب الليبي، اذا كانك انت ما تحطش يدك في يد اخوك وتنسى الحقد وتنسى الكراسي وتنسى الرزق اللي تاكل فيه الحرايمي هدا، اراه والله العظيم ثلاثه جايكم أسوأ من هيك وأسوأ وأسوأ. عليكم بلم صفوفكم ومواجهه هذا الجسم الغريب اللي دخل على ليبيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك سيد القماطي من مكتب أمن المعلومات فرع الخمس، شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيكم، ربي يوفقكم إن شاء الله. نعم، الآن معنا يعني أحد المواطنين الموجودين هنا داخل المعسكر التابع للشرطة القضائية، والذي حصل فيه التفجير الذي يعني حسب آخر المعلومات التي حدثنا بها الضيف قبل قليل، بأن هناك معلومات تقول بأن الضحايا وصلوا إلى 70 ضحية، وأيضا قال بأن هناك معلومات تتحدث عن أرقام أكبر. الآن يعني معنا أحد السادة المواطنين الموجودون هنا، يعني أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخوي محمد. نعم. لو تحدثنا ما الذي جرى، يعني يعني معلوماتكم حول ما جرى هنا بالضبط في المعسكر التابع للشرطة القضائية. طبعا المعلومات هي كنت أنا نايت الساعة 9. نعم. فسمعنا الدوشة، سمعنا التفجير، سمعنا الواحد. نعم. عديت المستشفى لعند الساعة 11 كان 50 قتيل، والعدد كله 120، مع 120 فيهم 50 قتيل والباقي جرحى. وطبعا المستشفى زليتن كان اعطى بطلب كميات من فصائل الدم على المتبرعين، واحتياجه للدواء والاسعافات الاوليه طبعا. وكانت هناك يقولون ان طائره سوف تنزل في المستشفى لرفع الجرحى الى طرابلس والمدن الاخرى. يعني حدثنا أكثر عن ربما تفاصيل أو معلوماتكم عن تفصيل هذا التفجير. يعني علمنا بأنها سيارة تحمل أو يعني سيارة خزان مياه، ولكن أحد خبراء المتفجرات أبلغني بأن هذا الخزان كان معبأ بالوقود. هذا ما زاد يعني حدة التفجير. طبعا المعلومات الأولية بحكم عملي هناك
نخدم موظف في مكتب العلاقات بمديرية زليتن. كان هناك عند الساعة 8 صباحا سيارة بوط مية بالعامية جاي قدام البوابة وبدأ يطلق على البوابة، والبوابة كان محصنة بما أن كان الواحد بشهود العيان هذا اللي كان واقف على البوابة نجاه ربي، قال مكتوب على البوابة أحذروا من الدولة الإسلامية وكلام كيف هذا. مكتوب على السيارة يعني على البوابة الباب يلقوا فيه في الصباح. نعم. فصار هذا يعني بعد الحالة بعد التفجير؟ لا قبل التفجير. نعم. قبل التفجير بأيامات جتهم معلومات على أساس وتهديدات لهذا المكان بالذات، احضروا الدور للإسلامية وحاجة كيفك على الباب. قال احنا طلعنا خلينا السيارات ممنوع يخشن سيارات من هنا وكتفنا الحراسة على البوابة، فهم مستقدين بالحاجة هذه وجوب سيارة كبيرة ومعاهم زوز طبعا في السيارة، واحد يطلق بالرصاص تم الرماية على البوابة وتمت مكافحته وتبادل اطلاق النار وخشت السيارة كما تشوف في سيارة خشت من هنا. وكان التجمع هي منتسبي التدريب في هذه ممكن 400 طالب الحضور الله أعلم كم حاضر، لكن هم المنتسبين كانوا هنا مديرين الساعة 8 حضور وانصراف، فست جت السيارة وتم تفجيرهم طبعا. هذه المعلومات يعني الرسالة الآن التي يمكن أن تتوجهون بها إلى أي جهة، إلى أي من يتابعكم الآن، يعني من رسالة من داخل هذا المكان ومن صميم يعني هذه الواقعة وهذه الحادثة؟ الرسالة هي واضحة على جميع أفراد ليبيا وأشخاص ليبيا، ما فيش حد معين، وكل عنده واحد عنده وطنية لازم ينوض ولازم يتحرك، وهذا من بلادك وما فيش حد يلوم على الثاني، لا هذا يخدم هذا وهذا ما يخدمش واني راقد في الحوش وخليني من الدوشه هذه، لازم توقفوا مع بعضكم يد واحده، وجميع اللجنات الامنيه واي شيء يتكون في الامن هنا في البلاد لازم يصبوا بوابات ويساندوا بعضهم ويتحركوا ويكون دعم للجنات الامنيه. شكرا لك احد المواطنين المتواجدين في المعسكر الذي تعرض للتفجير في مدينة زليتن. هذا المعسكر كما تحدثنا هو معسكر تابع للشرطة القضائية في مدينة زليتن، وعلمنا أيضا بأن المتدربين كانوا من مدن مختلفة، ولكن الإحصائية الأكبر ربما هي من مكان أو المدينة التي شهدت التفجير هي من مدينة زليتن. نترككم مع الصور الحية، وفي هذا الموقع نذكر بأن هناك خبراء متفجرات يقومون بأعمالهم الآن، هناك أيضا فرق تطوعية من شباب المدينة، هناك أيضا من مفوضية الكشافة والهلال الأحمر ويعني كوكبة من الفرق التطوعية التي تشتغل الآن على جمع ربما بعض الأشلاء المتناثرة هنا وهناك، وعلى أيضا جمع الأدلة حول التفجير الذي حصل. ويعني نترككم مع هذه الصور الحية من موقع التفجير في مدينة زليتن.